كان بودنا نستأذن من البيه، لكن يا مدام مش راضي قبل حد. تستأذنوا ليه؟ ما هو احنا ملناش عيش في البيت ده يا ست هانم بعد اللي فكرة عمل. ويصح برضه نستأذن من سعادتي. الله، انتوا ذنبكم ايه يا جماعة؟ هيبقى فيها إحراج. لا لا، ولا إحراج ولا حاجة، ده أنا اللي محرجة منكم مش عارفة أعمل لكم إيه ولا أعتذر لكم إزاي. العفو يا ست هانم. ما هو ابننا هو اللي خان الأمانة يا هانم. هي لولا الحاجات اتباعت والبوليس عرف أنا ما كنتش بلغت عنه، لكن معلش بقى. أصيلة يا ست هانم. اسمعوا يا جماعة، شيلوا الحكاية دي من دماغكم خالص، لا أنا ولا جوزي ولا ولادي نقدر نستغنى عنكم أبدا، وبعدين فكري بيته هيفضل مفتوح، أنا هتكفل بمصاريفه لحد لما يفرقوا عنه. الآخرون يذهبون إلى السجن دائما، أما هو فتجدوه دائما في الظل كزعماء الجريمة الكبار في أفلام المافيا. دي أصلاً أنا بقى. خدت بالك أنت من الحتة بتاعت من يبتعد عنه يعود إلى الصواب، ومن يلازمه يلحق بغيره إلى السجن أو يهرب إلى الخارج بأموال الناس. يا سلام يا خال، لو كنت خدتها قلمين. لبس اكتر منك بس يعني ما تجيش. ليه يعني؟ اذا كان اللي مننا وعلينا قافل على نفسه الباب وسابك خرج في الكلام وتقل ادابها. اللي زي دي الضرب مش كفايه عليها؟ بس الضرب هيعمل شوشره وهيصه والناس هتاخد بالها. بس دي مسلطه صاحبتها تشتمنا في الجرايد. لا باين فاكرين ان انا عاوز اذيه عشان ابعدها عنه. البنت بتهيألها انها تقدر تحط راسها بالراسي. ما احنا اللي سكتنا لها يا خال. سيبها تفرح يومين لغاية ما اللي حصل يتنسي ويبان انه مش من ناحيتنا. ناوي على ايه يا خال؟ بتخلي يقاطعني وتقول كلام زي ده وتحط راسها من راسي؟ لازم تتمحي من على وش الدنيا. واحنا يا نسكت خالص يا اما نجيب اجالها. احنا كده هنبان اننا اصحاب المصلحه. يا دي عبيط، ما خالتك ام فكري رخره صاحبه مصلحه، هي مش حابس لها ابنها. انا محدش يقدر يقف قصادي وما سيبش طاري ابدا. اضربني قلم اديله 10، مش حال دي ضربني في مقتل. انا ما كتبتش المقاله عشان ده شغلي يا حبيبتي، انا خايفه انهم يفتكروا انك انت بتجامليني. لو كنت بجاملك صحيح كنت كتبت عن حادثه الاثار، انما انا احترمت خصوصياتك واحترمت ان انت حكيتي لي بصفتي صاحبتك مش صحفيه. بس المقاله قويه جدا جدا وباين انها عليه. عجبتك ها؟ قوي. لو شاطر بقى يمسك عليا غلطه، وبعدين لو مسك عليا غلطه المحاكم قدامه يروح يرفع عليا قضيه. لا يا حبيبتي، النوع ده بيحب يقعد في الضلمه، لو كبر الموضوع يتفضح. مساء الخير. يا مساء الفل، ازيك؟ الحمد لله. يا مساء الانوار. ايه ده، رضيت خلاص وعديت علينا هنا؟ انا قلت اعدي عليكي وبعدين اخدك ونروح. بدري كده يعني؟ لو مدام ملك ما عندهاش مانع. لا طبعا طبعا، اتفضلوا. يا خبر، انا كمان لازم اروح. اتفضلوا. مش عايز حاجه يا فتحي. يعني ايه مش عايز؟ ده حقك، وبعدين عمك مصمم انك لازم تاخده. وانا مش عايز حاجه، رجع له بقى الفلوس دي على الله يفكر صح. انت برضه تصدق كلام زي ده يتقال على عمك؟ وانت عندك تفسير تاني؟ ما انت لو تسمع هتفهمني. افهم ايه؟ فكري وعطا ما يستجروش يعملوا كده من نفسهم. انا ما انكرش، لكن مش معنى كده انك قليل عنده او امرك ما يهموش. وهو ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ايه اللي يخليه يضحي بحسن؟ طب زمانه كنا بنلقى له عذر، ايه اللي يخليه يعمل كده دلوقتي؟ الله، مش رزق. رزق؟ انت تعرف الكميه اللي صادرها البوليس دي كانت تجيب كام مليون؟ ولو حد فينا بقى كان راح فيها السجن كانت الفلوس هتنفعه؟ مش كان جاي يفتشوا الشونه قبل ما ابلغ واروح انا فيها؟ واحنا نعرف منين انها كانت هتيجي فيك؟ ده خير ولقيناه في الارض. حد يقول الخير؟ لا لا، مش خير. انت عارف ده معناه ايه؟ دي خيانه عظمى. يا محمود خلصت يا فتحي. انا من ساعه ما عرفت ملك وربنا تاب عليا. واللي يعرف ربنا برضه ما يبرش عمه، الراجل كبير وهو اللي مربيك، ما فيهاش حاجه يعني لما تسامح وتزوره ان شاء الله مره كل شهر.